اجي ناخذوا الان الاراء اللي غاتجينا في التليفون. الو صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. مرحبا بسيدي، الاسم الكريم؟ جرق محمد من مدينة السالة. مرحبا بسي محمد، تفضل السي محمد. الله يخليك. بالنسبة للموضوع ديال الانتهازية والوصولية، نعم السي محمد، واحد إلا جينا نشوف هو مرض ضحك، فهو مرض، مرض نفساني كيعبر على الضعف ديال الشخصية ديال الإنسان وعلى التحقيق ديال الأغراض ديالو بأسرع السبل. وقعت لي لحنا مع واحد السيد، ما غاديش نذكر له السميه، راه القطاع الأولو ممكن في واحد العمل نقابي، جمعتنا النقابة وكنشوفوا بانه كيتقرب بزاف للكاتب الاقليمي ديال ديك النقابه بمختلف الوسائل. حنا عند بالنا بانه راه معانا في المكتب كندافعوا على واحد الشريحه معينه، ولكن هو كيرسم واحد الخطه ديالو باش يمشي عليها، وفعلا صدق على انه حقق لي هو واحد المنصب، كان في واحد القطاع وانتقل لقطاع اخر. بالنسبه لمرته حتى هي كذلك، وما بقاش هو في ديك المصلحه، انتقل لمصلحه واحده اخرى، وبين عشيه وضحاها كيغير من الجلده ديالو وكيولي تابع النقابه اللي فيها الرئيس ديال المصلحه ديالو. لكن مع الاسف وقع واحد التشتت ديال ديك المصلحه، وهو الان راه مرمي في واحد القنت شافوا له، لانه ما درش الانطلاقه ديالو مزيانه، واستغل ذاك الموقف ديالو كنقابي، لكن في الاخر بقى الجزاء ديالو، ماشي الجزاء ديالو عقابي، ولكن الجزاء ديالو في الخدمه على انه صيفطوه ليزارشيف وهذا. ولهذا كنقول بانه اي انسان يخدم بما يرضي الضمير ديالو ويمشي في الطريق الصواب، وإلا بغى ينتهز باش يوصل ولا يحقق الأغراض ديالو، فما غاديش يكون في الآخر في أحسن الأحوال. أكيد. مشكور يا سيد محمد، شكرا لك على التدخل ديالك. كاين هناك تعاليق كثيرة وكثيرة جدا على الفيسبوك بخصوص هذا الموضوع ديال الوصوليين والانتهازيين، وكاين تركيز خصوصا على الناس اللي كيشتغلوا في المجال ديال النقابات. لماذا لست اعلم، ولكن كل التعاليق كتمشي في هذا الاتجاه، كيقولوا باللي بزاف ديال الناس بحال قالت الاخت نعيمه جيلين، نعيمه كتقول بزاف ديال اللي بغا كاسيه هما اللي كيمشيو كيتخباو في النقابات باش كيوليو يحاولوا يرهبوا الادارات ويرهبوا الشركات والمعامل اللي كيشتغلوا فيها، وفي نهايه المطاف هما قادرين يعملوا والو. فهل من قوانين لا تتيح العمل النقابي الا للكفاءات الحقيقيه حتى لا يقال ان هناك اللي بغا كاسي اللي كيتخباو في النقابات؟ مشكوره على التعليق ديالك. نمشيو للمكالمه هاتفيه اخرى. صباح النور. الو. الو، صباح الخير. مرحبا بسيدي، الاسم الكريم. تحياتي لك السي محمد عمره، وتحيه للطاقم التقني ديال الاذاعه الوطنيه، وراكم مشكورين جزيلا على هذا البرنامج. كتعطيو فيه الفرصه للمواطنين فين يعبروا على الاراء ديالهم. شرفني بالاسم. معك الشرقاوي، مدينه الطيب الصالح، بالضبط دوار الشوب. مرحبا بسي الشرقاوي، تفضل سيدي. بارك الله فيك. واحنا الانتهازيه كتظهر عندنا في الانتخابات. الانتخابات هي فين كتبان عندنا حنا، حيت حنا الدوار ديالنا دابا من تما ما كاين اللي كيديها تما والو، حتى الوقت الانتخابات هذا كنعزوا عليهم مثلا نقولوا، ودوك الوعود اللي كيعطيونا ما كيوفوش بهم. الدوار عندنا حنايا بهذ العباره اخويا، وراه عباره شويه قاصحه، واش مقصود ولا محقور ولا غير مهمش وما شافوش؟ سميت دواركم؟ دوار الشوب. دوار الشوب. اي دوار الشوب، القياده ديال بني وكيل دائره الطيب بن صالح. قطاع الصحه احنا عندنا كما تيكونوا بعد الناس ديال وزاره الصحه هذوك كيحسبوا كيقول لك الدوار فيه 95% ديال الصحه، احنا عندنا 0% ديال الصحه كما تنقولوا. عندنا الاسعافات الاوليه دابا سي طيف اللي لا تعرض لشي حاجه بحال ما هكا، ولا عنده شي حاجه، ولا غير الفراوات اللي عطاهم الطبيب مثلا يدوقهم في السبيطار ديال الدوار، ما كاينش عندنا احنا. واضح يا سيدي. خاصو كل نهار، واسمح لي لا اخذ على هذا الموضوع، تفضل. لا العفو، تفضل. خاصو كل نهار يمشي 35 كيلومتر ديال البيست كامله حتى لفقي بن صالح، عاد يدوق هذه البرا ويرجع عاوتاني. يعني وما كيوصل عندنا لا مركوب لا حتى حاجه. للاسف. واضح السي الشرقاوي، وصل الصوت ديالك للبرنامج، ونتمناو للمسؤولين ايضا اللي يمكن يكونوا في الاستماع. مكالمات هاتفيه كثيره وتعاليق كثيره على صفحه البرنامج بحال قلت لكم، مستمعي الكرام على الفيسبوك. كاين اراء كثيره حول هذا الموضوع ديال الانتهازيه والوصوليه. الانتهازي كياخذ حق وحدين اخرين، الوصولي كياخذ حق ديال وحدين اخرين، هم اولى بالشيء اللي وصل له، ولكن هو كان كيعمل جميع الوسائل الملتويه ليصل الى تلك الغايه في الوقت اللي الناس كيشتغلوا بجد وباجتهاد. الوصول يا مستمعي الكرام كما اسلفت هو واحد الانسان من طبعه كذاب ومنافق، وكيبين لك الوجه اللي ماشي وجهه الحقيقي، وكيخدم على المدى
القريب أو المتوسط أو حتى البعيد. الوصول في بعض الأحيان كيكون الصبر دياله طويل ماشي مشكل، المهم أنه يوصل الغاية دياله في الأخير، وكيبين للناس أنه لا يشتغل من أجل مصلحته هو بل من أجل مصلحة الآخرين، وأنه إنسان كيهموه الآخرين أكثر من اللي كتهمه النفس دياله. ولكن للأسف نهاية المطاف كيتضح أنه فقط إنسان وصولي كان يود إما أنه يتخبى ويخبي الضعف دياله خلف الدعاء وأنه كيخدم المصلحة ديال الآخرين، أو أنه إنسان بغي يوصل لشي حاجة اللي هي ماشي من حقه في الأصل. هذا السي عبد الله أي تبد كيقول اتخاذ الإنسان لمواقف سياسية أو فكرية لا يؤمن بها في سبيل تحقيق مصالح فردية أو حماية مصالح شخصية، أو أن يتخذ الشخص مواقفه السياسية وأراءه الفكرية حسب تغيير أو تغير الظروف أملا في الحصول على مصلحته الخاصة والمحافظة عليها دون أن يكون مؤمنا بالمواقف والأفكار التي يتخذها. أي أن الانتهازية تعني التضحية بالأهداف الاستراتيجية من أجل تحقيق أهداف مرحلية مؤقتة. عمر العياشي على صفحة البرنامج حضي راسك على الفيسبوك يقول الانتهازية لم تعد تمارس على مستوى العلاقات الفردية وحسب، بل حتى الدول تمارسها لتحقيق مآربها، وهذا أمر واضح وجلي في زمننا هذا. يقول المستمع الكريم خلال هذه الحلقة غادي نستضيفوا لكم ضيف كريم غادي يتكلم لنا على موضوع ديال الانتهازية، ولكن بصيغته البسيطة نقدروا نقولوا أنه يمكن الممارسين لبعض الحرف البسيطة يمارسوا الانتهازية أيضا، مثلا الخضار، النجار، الصباغ، القزار، باش نبينوا لحضراتكم أنه الانتهازية لها مستويات عدة كتبدأ من التحت حتى القمة. غادي نستضيفوا لكم قزار اللي غادي يهضرنا على كيف أنه يمكن للمهني للحرفي أن يكون انتهازي أيضا في مواجهة في مقابل في علاقة مع الزبون ديالو. دائما موضوعنا الرابط الانتهازية وانتهازيين، الوصولية والوصوليين، وما أكثرهن وما أكثرهم. حضيوا راسكم مستمعي الكرام، صباح الخير. صباح الخير. ألو، مرحبا، الاسم كريم. السلام عليكم سي عمر. وعليكم السلام سيدي، أهلا بك. نهار كبير هذا اللي كنهضروا معك. الله يطول عمرك سيدي، شرفني بالاسم. محمد سوردو من الحسيمة. مرحبا سي محمد. تفضل سي محمد. حقيقة الموضوع الرابط كان موضوع في المستوى ومتناول. كنتكلم على الانتهازية وحكم العمل ديالي. ألو، تفضل سيدي. أنا كنت أشتغل في شانطي، يعني في طرق سيار. وكما كيعرف الجميع أن هذه المنشآت الكبيرة اللي كاينة في المغرب كتخدم يعني على يزيد نقولوا 5000 شخص. في الحقيقة أكثر من 90% ديال الناس اللي كيشتغلوا الناس بوساطة، داخلين سوق راسهم، باغين يخدموا على راسهم، كيضربوا واحد المسافة طويلة من ديورهم للمكان ديال العمل ديالهم، باغين يدوز. ولكن كتلقى واحد المجموعة ديال الناس، في ناس قلالين اللي كيبغيو يوصلوا لشي حوايج مثلا في الشانطي، مع حنايا خدامين مع شركات أجنبية. يديروا شي حوايج يعني ما تقدرش تفهم دوك الناس شنو المقصود ديالهم مور داك الشيء. نعطي مثال. تفضل. كان معنا بوانتور، يعني واحد كيسجل داك الشيء ديال الخدامه وهادي وهادي وهادي. وصلت به الجرأة انه كيدير شي حوايج اللي هي ماشي ديالو، كيتحكم في الخدمه، بواحد المنطق اخر نقولوا كيحقر على الخدامه، وماشي يعني يمكن هذا يجري عليه، هذا يدخلوه، هذا يعني بواحد الطريقه اللي هي ما قبل نفهموا داك الشيء هذاك. واش الانتهازي في نظرك كيكون برقاق ايضا؟ كيبرقاق يعني يوصل للهضره، يتبحلس بحال كنقولوا بزاف 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 على داك الشيء هذاك اللي هو يعني وعنده هانيه، واخا الدور فيه، واخا يعني عنده داك الشيء، يعني صراحه يعني كنقولوا القلب ديالو ميت. هذا المفهوم هذا. الاهم عنده هو انه يوصل للغاية ديالو. سي محمد واضح، مشكور على التدخل ديالك. نعرجو عود مرة أخرى على التعليق ديالكم على الفيسبوك. هذه منى هان كتقول في العمل ديالي السابق كنت المساعدة الأولى للمديرين التجاري والمدير العام للشركة، وكنت كل ما أتممت عملي ومضيت أيام فيه وملي كنجهز النتائج
كنلقى المدير التجاري كياخذها جاهزه وبكل وقاحه وكيسلمها للمدير العام على انه هو اللي خدم وجهز، ولكن الكذوب ما كيدومش. فالمده العمل ديال 10 اهوام بالشركه ظهرت الحقيقه. بالفعل لمونا الوصوليين والانتهازيين، وخصوصا اللي ما كتكونش عندهم الكفاءات اللازمه، وبحال كنقولوا كيكونوا ايادي مكسره دي بغا كاسي. ففي نهايه المطاف كتبان حقيقتهم، كتبان واخا كيعياو وما كيغلفوا هذيك الحقيقه ديالهم بالادعاء ديال انهم كيبغوا مصالح الاخرين وبانهم ناس معقولين وزيد وزيد. في نهايه المطاف كيبانوا باللي ما هما الا وصوليين وانتهازيين، وباللي كيخبيو الضعف ديالهم بالانتماء لواحد المجموعه ديال المنظمات ديال المجتمع المدني، سواء كانت نقابات او جمعيات او غيرها. يا مستمعي الكرام، الانتهازي كيكون واحد الشخص اللي ما كيحشمش على عرضه، بحال قال المستمع الكريم تعبيرنا الدارجي البسيط، كيكون وجهه صحيح ونفسه بارده وقلبه ميت. اهم حاجه عنده هو انه يوصل للغايه اللي راسم في عقله. الانتهازيه كاينه في كل المجالات، كاينه في كل الاوساط، وفي غالب الاحيان كيحاول الانتهازي انه يستغل اما السذاجه ديال الاشخاص المحيطين به، او النيه ديالهم اللي كيكون مبالغ فيها، او الحاجه ديالهم الاحساس انه راه كاين شي حد اللي فاهمهم واللي يمكن يحميهم واللي يمكن ياخذ لهم حقوقهم المهضومه كما يعتقدون. الانتهازيين دائما كيعزفوا على واحد الاوثار معينه، وثر خدمه الاخر، كيبينوا انه الهدف ديالهم هو خدمه الاخرين فقط. الشيء اللي كتطرح معاه عده تساؤلات، كيف يجب ان يكون هذا الانسان الذي لا يفكر الا في خدمه الاخرين؟ وطبعا نماذج بشريه اللي هي قليله وقليله جدا للاسف في زمننا هذا. الانتهازي والوصولي يا مستمعي الكرام كيستعمل كل الوسائل، يمكن يصرف من جيبه، يصرف وقته على حساب الوقت ديال ولاده، على حساب الوقت ديال حياته، على حساب الوقت ديال الناس المحيطين به واللي محتاجين ليه حقيقه، في سبيل انه يوصل للغايات ديالو. الانتهازي يا مستمعي الكرام الوصولي كيمني نفسه باشياء لا يستحقها في الاصل، ويوم من بعد يوم وهو في المكان ديالو اللي كيشتغل منه من اجل الوصول لذاك الشيء اللي بغاه، كيبان له ان الهدف ديالو كيولي قريب اكثر، وبالتالي كيزيد يجتهد اكثر في باب الانتهازيه والوصوليه. قد يبيع كل شيء، كيبيع ضميره، كيبيع الشرف ديالو، كيبيع المبادئ ديالو من اجل الوصول الى غايه للاسف الغالب ماديه زائله. كيبيع ما لا يشترى بمال لكي يصل الى ما يحدد، ما كتحدد القيمه ديالو بالمال. صباح الخير. الو صباح الخير. مرحبا بسي، دير اسم الكريم. صباح الخير، معك عزيز من الرباط. مرحبا بسي عزيز، تفضل. انا غير تارني الموضوع ودائما تنزلين تتصل، ولكن مرحبا سيدي. مرحبا بك. 19 غير انتهازيين والوصوليين ركزوا عليهم المواطنين والمتدخلين في النقابيين وفي المسؤولين، لان هاد الانتهازية هي سلوك ومرض اجتماعي، وفي المغرب تطور ووصل الأوج ديالو تقريبا في 98 تقريبا في التناوب السياسي، لأن كانوا مجموعة ديال الناس اللي متربصين واللي ما كانتش عندهم فرص كثيرة، التحقوا بمجموعة ديال الأحزاب ونقابات، لقاو واحد شوية ديال الهامش ديال الحرية وديال واحد الانفتاح اللي كان شهدوه المغرب، وقدموا ريوسهم كأوتور كسميتو، وتماداو فسميتو، هما الناس اللي تقول هما اللي فقدوا المواطنين في العمل السياسي، وكان واحد التنافر، الناس بعدات من العمل السياسي بالفعل. هاد نسمى يمكن نسمى واحد التشير ديما، واللي الان دابا تتقوى وتتزاد سميتو تتقترب سيرتو من الاحزاب اللي في الحكومه، وكاين مجموعه ديال الناس قدمت استقالتها من الاحزاب والتحقات بالاحزاب اللي في الحكومه دابا الاحزاب الاربعه. اذا هذا والعمل النقابي هو بالاساس كان واحد المخطط واحد التوجه باش فريق تسود، لان تنشوفوا مجموعه ديال الدول الديمقراطيه تتلقى فيها نقابه واحده. حنا في المغرب اللي تخاصم مع الاخر ولا
تيفتح دكان تيدير عليه نقابه ويجمع المجموعه ديال عباد الله، وفي الاخير تيضيعوا دوك المواطنين ودوك الناس اللي اتصلوا، لانهم كاين الناس اللي ما عندهمش كتاب باش يخدموا، حتى يفيق حتى العشره وسميتو لا هضر معاه تيمشي للمكتب النقابي. اذا هذا مرض اجتماعي خطير يجب ان ننتبه اليه. مشكور يا سيدي الكريم، شكرا على التدخل ديالك. كاين اراء كثيره مره اخرى مستمعي الكرام على صفحه البرنامج على الفيسبوك. جهازيه والوصوليه اصبحت محيطه اليوم بحياتي من كل النواحي، في الدراسه والشارع والجيران وحتى في البيت، حتى اصبح لدي هاجس من كل الناس ولم اعد اميز بين الصديق والانتهازي. فهل هذا هاجس لدي ام ان هذه هي حقيقه الواقع الذي اصبحنا نعيشه، ام ان سذاجتي هي السبب، ام انه يلزمني ان اسير الواقع؟ تساؤل يمكن ما كطرحوش وحدك، ولكن كيطرحوه الناس كثار، خصوصا اللي كيكونوا تلدغوا عدة مرات من قبل ناس ادعوا أنهم صادقين وأنهم عندهم مبادئ وأن الضمير ديالهم حي، فحتى كتغمض عينيك وتحلها كتلقاها واحدة أخرى وكتلقاها واحدة أخرى. فقط كان كيستغل السذاجة ديالك، فقط كان كيستغل الثقة ديالك العمياء فيه باش كيكذب عليك وباش كينافقك وباش كيصوب الطريق ليلو هو باش يوصل لذاك الشيء اللي باغي. في كل المجالات هناك الانتهازيون والوصوليون، في المجال الفني ما أكثرهم، في المجال الإعلامي ما أكثرهم، في المجال الثقافي ما أكثرهم، في المجال السياسي ما أكثرهم. في كل المجالات يا مستمعي الكرام هناك الانتهازي، هناك الوصولي. مستمعي الكرام، نمشي لمكالماتكم الهاتفية. الوقت كيمر معكم كما هي العادة بسرعة كبيرة، وبحال كنقول دائما لما كنطرحوا شي موضوع للنقاش في المواضيع الرابطة ديال برنامجكم حضي راسك، ما كان داعي وشيء أننا غادي نحيطوا بكل جوانب ديالو، ولكن كيهمنا أن ننبهوكم لوجود ذلك المشكل في المجتمع ديالنا، وأنكم يا مستمعي الكرام تناقشوه مع أصدقائكم، مع أفراد الأسرة ديالكم، وخصوصا خصوصا نستثمروا في وليداتنا باش ما يخرجوش لنا وليداتنا انتهازيين ووصوليين، باش نربيو واحد الجيل كيعتمد على المجهود الحقيقي، كيعتمد على العمل الحقيقي، كيعتمد على الكفاءات الحقيقية ديالو باش يوصل لتحقيق الطموح ديالو. كل واحد فينا من حقه يكون عنده طموح أنه يوصل لأي حاجة بغاها، لأي مرتبة بغاها، من حق أي واحد فينا أنه يكون طموح. ولكن العيب هو أننا نحاول نحقق الطموح ديالنا بأخلاق سيئة وبأساليب دنيئة من قبيل الانتهازية والوصولية، حيث كنكونوا كنضروا ناس اخرين محيطين بنا، وحيث كنكونوا كناخذوا حقوق ناس اخرين كيستحقوا هذاك الامر اللي احنا بغينا نوصلوا له او وصلنا له فقط بإعمال انتهازية والوصولية. على الفيسبوك على صفحة البرنامج عزيز أكادير كيقول الانتهازية أسلوب الضعفاء وسبيل الدخلاء. توين بنين كتقول وهي من مدينة قلميم، الانتهازية متفشية بشكل خطير في مجتمعنا ووصلت حتى بين أفراد العائلة الواحدة، فتجد الأخ يستغل أخاه وعلاقته به للوصول إلى أغراضه الخاصة. صباح النور بالنسبة لضيفنا الكريم، عندك مشكل في التليفون ديالك حتى كناخذوك كنقولوا الو ومن بعد كيتقطع التليفون ديالك، على اين ما تاخذ شيء في بالك، الا ما استطعنا شيء ناخذوك معنا في هذه الحلقه، غادي ناخذوك في الحلقه القادمه بحول الله. للاسف بعض الاحيان كتكون مشاكل في الهواتف وخصوصا النقاله منها. الو صباح النور. صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا بسيدي، الاسم الكريم. صباح الخير والخيرات. مرحبا يا سيدي الفاضل، شرفني بالاسم. محمد فاضل من قلميم باب الصحراء. مرحبا بسي محمد، تفضل. والمكالمة من ميران زرام. مرحبا بسي محمد، تفضل. يعني كنت حضرت لواحد الشخص انتهازي، يعني كان صديق، هو يعني صديق ديال الدراسة، يوم من الأيام تلاقينا يعني في واحد المدينة، ومهم قال لي على أساس تمشي معي عند واحد صديق، مشينا. المهم أنا يعني بكل صراحة وأتحمل المسؤولية، لم أكن أدري ما سيقع. قال لي يعني راه السيد صاحبي وهذا الى اخره، فاش مشي معي عنده عندي نيجي واحد الغراض الى اخره. المهم فاش وصلنا، المهم نقر كيت فتح الباب، فاذا بها نيجي واحد الام، المهم فتحت بحال هكا دخل هو، قالت لي دخل. قلت لها لا تبارك الله فيك غير خليني هنا. قالت لك لا ما يمكنش حشومة. المهم درنا الصواب دخلنا. المهم فاذا بها هو السيد لاحظوا يعني كيناقش ما فاش على اساس باش ما فاش شافني، شاف واحد الدريه عنده فمام على اساس باش يخطب وهذا الى اخره. والمشكل انه
ولا في ينتحل يعني شخصيه انه هو ضابط دركي وما عرفش هو اللي دي خدامي في كذا وفي دوله كذا وكذا. مهم يعني في الغريب في الامر ان السيد يعني فاجئني انا صراحه، والحمد لله ولحسن الحظ ان يعني صاحب الدار لم يسالوني قط صراحه. تفاجات بهرت يعني، ويعني هو ما قالش لك راه غادي يخطب ولا اي شيء. نعم هو الاشكال ان اللي قاسيه زعما الام ديالها مسكينه بغات تطير بالفرحه يا اما صراحه يمكن كيقول لها خلاص بنيت بنتك بقيتها ولا خيري، وانا راه من الضابط وراه ان شاء الله من الشهر الجاي غادي نجو يعني صراحه. المهم فاش خرجنا انا صراحه نكذبش عليك يعني قلت له واش هادشي السي فلان، قال لي ويلي واش هذا عاد الاولانيت ولا الثانيه. المهم غير اللي بغيتني تختصر بان يعني والله العظيم زعما الصراحه الانتهازيون ولو يفعلوا ما شاء فلينتظروا القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال كما تدين تدان، يعني راه اللي كدير لبنات الناس يوم من الايام اللي جاب لك الله كذاك الشيء. واضح يا سيدي، وشكرا شكرا لك يا سيدي الفاضل سي محمد الفاضل. يا مستمعي الكرام، انتهازيين بحال قلت لحضراتكم موجودين في المحيط ديالكم، حضيوا معاهم ردوا معاهم البال. مواصفاتهم بحال قدمتها لحضراتكم مع بداية الحلقة، ناس منافقين كذابين، في غالب الأحيان كيتكلموا في أحوال الآخرين أكثر، كينقلوا ما قال هذا وما قال هذاك وما قال الآخر. حضيوا معاهم، أحضي راسك. يبدو أن مستمعي الكرام غتكون آخر مكالمة في هذه الحلقة، مع الاعتذار للكم وعددكم كثير اللي كان بدكم أنكم تشاركوا معنا في هذه الحلقة في مناقشة الموضوع ديال كيفاش نحضي راسنا من انتهازيين والوصوليين. احنا ترنا انتباهكم الآن لأنه في مجتمعكم كاين الوصولي وكاين الانتهازي اللي بغي يوصل على ظهركم على أكتافكم، خصكم تحضيوا معاه. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. مرحبا سيدي، الاسم الكريم. الله يطول عمرك سيدي، بارك الله فيك. معك عبد الله بن عزيز من تونس. مرحبا بالسي عبد الاله، تفضل. تحية للطاقم ديال البرنامج. الله يبارك فيك. السؤال ديالي يا سي محمد عمورة كنوجهه ليك ولجميع المستمعين ديال هذا البرنامج ان شاء الله. تفضل يا سيدي، مرحبا. يعني احتالين بما فيها كنقولوا احنا دولة مسلمة ودولة الحق والقانون، احتالين غادي نبقاو حاضرين راسنا سي عمورة. من نهار توجد الانسان للاسف على وجه الارض وهناك صراع ما بين الخير والشر ولن ينتهي الا حتى ينتصر شويه الخير على الشر. هذه يعني الله يجازيك بخير، كان باقي الوقت. تفضل. كنت مشيت انا لواحد الاداره الله يجازيك بخير نخدم واحد الجامعه قرويه، مشيت نخدم فيها الورق واحد الوقت الاخت ديالي كانت تمشي الامارات ان شاء الله. لما دخلت لتما عندك الكاتب قال لي يمكن لك تمشي تجيب سيمين، هو الاب ديالك هو اللي غادي ينبل الاخت ديالك. قلت له الله يجازيك بخير، الاب ديالي راه مريض وطيح في الفراش، راه ميمكنش راه غير كنهزو ما نقدرش يفعل بك فهمتي. قال لي والو خصك كل الاب ديالك حاضر. قلت له وعلى الي. خرجت انا غير تما جبت التليفون اتصلت للدار قلت لهم وجدوا الوالد، انا غنصيفط الطونوبيل يجي من موراه. ضبطت طونوبيل كريتا جابت الوالد، دخلنا الوالد قعدنا المسائل كتبنا في الاخر قال لي الوالد ديالك يديرو كتحرك ما يمكنلوش يشمي. قلت له الله يجازيك بخير، قبيله قلنا لك اش الوالد راه مريض وكنهزو غير الا ما زيناش بدينا راه ما يقدرش يتحرك. قال لي والو جباك، وفي الاخر ولا كيقول لي بان باك راه ما يقدرش يشمي خصك تمشي دير عند العادل باش يتصام ويدير ويصنع. قلت له الله يجازيك بخير، ضيعتنا ب 20000 فرنك ديال الترانسبور 4000 ريال ديال الترانسبور وانت ما خدمت الناس. قال لي والو ما ندير معاك انت شي حل كاع. وفي الاخر سي عمر مشيت في حالتي ما خدمت حتى شي حاجه، مشيت في حالتي وليت مشيت يعني داك الشيء بسيط، مشيت لواحد الدائره عاديه خدمته يعني، وديك السيد اللي مكلف لنا في الدائره هو قبض لي الوالد ولا سنا هو كيوريه. اذا هذا راه كيجاوب على سؤالك الاول، رحنا في الدنيا فينا الخيب وفينا المزيان، غير هو الفرق ما بيننا وما بين ربما مجتمعات اخرى، او الفرق اللي يمكن يكون ما بين مجتمع وما بين اخر، هو انه كيمكن تلقى المعقول هو القاعده وقله المعقول هي الاستثناء، ولكن في مجتمعات أخرى للأسف قلة المعقول هي القاعدة والمعقول هو الاستثناء. كيولي كيبان الإنسان اللي معقول في شي شكل ذاك الإنسان ماشي عادي، والناس اللي ماشي معقولين كيكونوا هما القاعدة، راه صافي راه هكاك مفروض أنه يكون بنادم. للأسف المجتمعات كيتقاس التقدم ديالها ونسبة الرقي الفكري ديالها بهذه القضية، وحنا نسميوها غير المعقول وقيس عليه كل المناحي الإيجابية اللي يمكن تكون في حياتي مجتمع ما.
المعقول كيكون هو القاعدة، وقلة المعقول هي الاستثناء. المجتمع المتخلف اللي الناس ديالو باقي انتهازيين ووصوليين وكيفكروا غير حدانيفهم، ما كيفكروش في المستقبل ديال الأجيال القادمة ومن ضمنهم ولادهم وأحفادهم، كيعيشوا في مجتمع وكيرسخوا أنه مجتمع فيه قلة المعقول هي القاعدة والمعقول هو الاستثناء. حضروا راسكم مستمعي الكرام.